هذه الابتدائية اللي تعتبر ابتدائية نموذجية من حيث استعمال اللوحات الرقمية، واللي كانت لها الشرف أن تكون كأول تجربة فيها منذ 3 سنوات ماضية، يعني الآن رانا في السنة الثالثة على التوالي، وأبنائنا التلاميذ في مستوى السنة الثالثة والرابعة والخامسة يستخدمون هذه الألواح الرقمية. كل الكتب موجودة في برنامج واحد، التلميذ ينتقل بسهولة بين هذه الكتب وأيضا بين الصفحات، خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي عنده مثلا ضعف نظر يستطيع أن يكبر النص ولا الحجم على حسب الذي يستطيع أن يراه.